اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نرحب بضيفنا النهارده وضيف حضراتكم في المحترف النقد الرياضي المتميز ايهاب الجنيدي. يا بوب مساء الفل عليك. مساء الفل عليك يا كابتن هاني، ومساء الفل على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا ايهاب. يمكن كنا بنتكلم مع حضراتكم على ايه اللي ناخده من اليورو 2024، يعني ايه هي الدروس المستفاده من اليورو 2024. اكيد المدربين على مستوى المدربين، اكيد الناس اتفرجت واستفادت كثيرا جدا من الشكل الرائع اللي ظهرت بيه معظم الفرق الحقيقه، والكره الهجوميه الرائعه، لكن احنا ناخد من ده ايه؟ السؤال موجه ليك يا ايهاب، خاصه ان احنا منتخبنا الاولمبي ان شاء الله على اعتاب اولمبياد باريس 2024، واليورو شاهدنا لاعب يعني لعيبه كتيره جدا جدا دون السن، يعني 16 سنة، بتتكلم على بعض اللعيبة 18 سنة، يعني كلها أسماء عظيمة الحقيقة وبتأدي بشكل أكتر من رائع. إيه اللي يغير ثقافتنا؟ يعني إيه الفكرة اللي إحنا ناخدها لغاية دلوقتي بنتكلم كل الناس الحقيقة بتتكلم إن إحنا ما زلنا بنقول اللعيب عنده 22 23 سنة، ما زال اللعيب ناشئ ولعيب صاعد ولعيب واعد، ونشوف الكلام ده بره في اوروبا الحقيقه يعني عكس كده، خلاص دول بقى نجوم من الصف الاول يعني. تمام. سؤال صعب انا عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا كابتن هاني، نقول ان دي السياسه عندنا مش عايزه تتغير للاسف، سياسه خطا جدا. موضوع يعني الحقيقه عايزين نشوف دلوقتي منتخب اسبانيا اللي هيشارك في اولمبياد باريس، وبالصدفه هو معانا في نفس المجموعه. فعلا الاسماء كلها كابتن معروفه ليك، لو استعرضت القايمه هتلاقي اسماء معروفه كلها، اسماء بتلعب في انديتها، بتشارك بشكل اساسي سواء في برشلونه مع عناصر كتير منهم، لعيبه موجوده وبتلعب. احنا لازلنا عندنا منتخب مصر الاولمبي اللي بيعاني مع ميكالي الحقيقه، يعني انا شايف المنتخب بيعاني بشده. العناصر الراجل ده زي ما بنقول كده، ان شاء الله احنا املنا فيه كبير انه يعمل حاجه في اولمبياد باريس، بس امسك الفرقه اللي معاه مين بيلعب؟ بيلعب على مستوى الفريق الاول تقصد؟ بيلعب على مستوى الفريق الاول تقريبا ثلاث لاعبين فقط تقريبا، حسام عبد المجيد الزمالك، ابراهيم عادل، واحمد حسن احمد نبيل كوكا. غالبا اللاعبين التانيين ينزل شويه اسامه يلعب، بياخدوا دقايق قليله مع فرقهم، وحتى كوكا برضو مش اساسي كتير مع النادي الاهلي بعد فتره الاصابه، كان لعيب اساسي طبعا منتخب مصر الاول والنادي الاهلي، بس بعد الاصابه اللي تعرض لها ورجع ما بقاش بيلعب فترات كبيره. ده اكيد ياثر على جاهزيه اللاعب وادائه داخل الملعب. احنا شفنا لامين جمال بيبدع في البطوله، افضل لاعب شاب في البطوله، بياخد اصغر لاعب بيحرز هدف في بطوله اوروبا قبل ما يتم 17 سنه، انجازات كتير جدا حققها سبب رئيسي ومباشر. ايوه، ما هي دي بقى الفكره، هي دي الفكره. امتى يعني معلش الاداره الفنيه للانديه تؤمن بان هذا اللعيب اللي عنده 17 18 سنه ما بقاش بقى لعيب صغير، طب هديله فرصه، وبعدين يقول لك الخبرات، اصل ما عندوش خبرات. طب ما هي يعني معلش انا ما بحبش اتكلم عن نفسي، لكن جيلي انا لعبت مع النادي الاهلي اقل من 20 سنه، كان عندي 17 سنه صعدت لكاس عالم، كان اقل، وانا كاس عالم كان عندي 20 سنه، لكن انا بتكلم على مستوى الانديه. كان في الكابتن انور سلامه ربنا يعني يديله الصحه، وكان في موجود معاه ديتشرز بايتسا، فقالوا لا هاني، مش هاني بس، كان معايا عمرو انور وعبد الجليل وعادل عبد الرحمن، كلنا كنا تقريبا 17 18 سنه يعني، وخدنا فرصنا مع الفريق الاول، كان اسماء رهيبه موجوده، ولكن بدانا نشتغل، بدانا فعلا الواحد يخش في صفوف النادي الاهلي، وبدا الواحد يروح منتخب، وبالتالي يعني عملنا كارير، والنادي الاهلي الحقيقه كان ليه فضل كبير جدا. لكن هي دي الفكره اللي بتكلم عليها، امتى الانديه تبدا تبص للولاد المميزه اللي عندها 17 سنه 16 سنه تبدا تديهم فرص مع الفريق الاول؟ عندها جراءه، عايز شجاعه، عايز اجراء، والمديرين الفنيين يراهن على اللاعبين دول وما يبصش للاسماء. طول ما انت كمدير فني بتبص للاسماء وتبص للنجم وتبص للجمهور وتبص للمدرج هيقول ايه، عمرك ما هيبقى عندك الجراء انك تلعب لاعب صغير. انا متفق معاك، لازم تماما يبقى المدير الفني شايف، بيقيم وفقا للاداء، وفقا للقدرات الفنيه اللي شايفها للاعب. والنادي الاهلي زي ما حضرتك قلت، زي ما دفع بيكو، وكانت تجربه التلامذه الشهيره في نهائي كاس مصر، قدام عتاوله نادي الزمالك، بالظبط، قدام فريق يعني من افضل الفرق في تاريخ نادي الزمالك، صحيح، وكانت بدايه لجيل
قوي جدا. دي كانت جراءة كابتن جوهري، جراءة من مدير فني، اختار شايف لعيبة، شاف عناصر مميزة، تبص عليهم واختارهم. انا مش عارف ليه ما بنشوفش في مصر المدير الفني ينزل قطاع الناشئين، بدل ما اطلب انا عايز سين وصاد وعين لعيب دي محترف هترجعنا تاني او لعيب كذا. بعد يعني السيستم شويه عندنا في مصر بالنسبه للقطاعات الناشئين لازم يتعدل بشكل افضل عشان يطلع كواليتي احسن، لان بعض الناس تقول لك ما هو يعني الناس اللي بتتكلموا عليها اللي عنده 16 17 سنه ده الكواليتي بتاعه عالي، اللعيب الليفل بتاعه عالي، بيلعب كره حديثه، بيلعب كره مودرن، بيعرف يهاجم، بيعرف يوقف الكره صح، جسمه معدول صح، هداف، يعني كل الحاجات دي موجوده فيه. فدي هترجعنا تاني لعمليه ازاي نطلع نجومنا وازاي نبني، الحقيقه ده يعني ده اللفظ الاصح، ازاي نبني لاعب الكره بشكل كويس. منتخب الاولمبي امبارح انت بتقول لي عمل مباراه جيده امام المنتخب الاوكراني. المنتخب الاولمبي امبارح المصري تعادل 1-1 مع منتخب اوكرانيا. الحقيقه اتاخر بهدف مبكر، ودي دايما تحسب للفرق اللي تقدر ترجع. تأخر بهدف مبكر في الدقيقة 12، الأجواء مختلفة، لازم أنت بتلعب رايح تلعب في مدينة بوردو الفرنسية طبعًا، أجواء طقس مختلف، كل حاجة مختلفة. بالنسبة لأوكرانيا مش مختلفة، اللعيبة بتاعتهم على طول بيلعبوا في الأجواء دي، فكانت الأجواء مختلفة. المنتخب قدر يحقق في الشوط الثاني التعادل، هدف قطة لما نزل بديل في الشوط الثاني، لعيب مميز في وسط الملعب قدر يجيب جون. المنتخب كان مستحوذ تقريبا، هو الماتش طبعا ما اتذاعش، لم يذاع، ولكن وفقا للمعلومات اللي حصلنا عليها من البعثه هناك، المنتخب كان مستحوذ معظم فترات المباراه، اضاع فرص كتير. حتى ميكالي بعد المباراه بيقول انا زعلان لان النتيجه انا كان في ايدي ان انا اكسب المباراه، كان ممكن لعيبتي تكسب المباراه. فهي تجربه كويسه، شايفها وفق محترم جدا فكر الراجل في اختيار بالتنسيق مع اتحاد الكوره اختيار المباراه الوديه اللي هيخوضها. يعني هو عنده منتخب اسبانيا، منتخب اسبانيا من المنتخبات القويه جدا في اوروبا، فالراجل اختار مدرسه اوروبيه يلعب قدامها، اختار منتخب اوكرانيا، تجربه مفيده جدا، عارف الطريقه دي. الماتش الجاي بعد بكره يوم الاربعاء عنده اوزبكستان، منتخب اسيوي، فاختار العراق، هيلعب مع العراق بعد بكره المباراه الوديه الثانيه، وبعديها على طول هيسافر على باريس عشان يخش بقى خلاص اجواء المباريات. عندنا ثلاث مباريات طبعا زي ما احنا عارفين، كنت لسه هقول لك يعني ترتيب المباريات الحقيقه لو الامور ماشيه بشكل جيد في صالح منتخبنا جدا جدا. يعني انت هتبدا مع دومينيكان، منتخب من منطقه امريكا الوسطى، بعد كده هتخش على اوزبكستان، عندك بعديها اسبانيا. اعتقد يا كابتن هاني انه حضرتك كنت منتخب مصر في لندن وعارف الاولمبياد، اعتقد لو خد 4 نقط ممكن يتاهل. يعني باربع نقط ممكن جدا تتاهل كتاني بنسبه كبيره، يعني لو ما حصلتش مفاجات في البطوله وفرقه تانية كسبت زيك 4 وحاجه، يعني انت محتاج، ولو حسمت يا ريت حسمت وقدرت تكسب اول مباراتين خلاص دومينيكان واوزبكستان، خلاص هتبقى منتخب اسبانيا بالنسبه لك مباراه تحصيل حاصل، يعني مش هيفرق فيها. لان انا من الصعب جدا، مفيش حاجه صعبه في الكوره، بس من الصعب وفقا لتطور الكوره الاسبانيه في السنوات الاخيره ان هيبقى عندك مباراه صعبه. صحيح، وهنتكلم على دي دلوقتي في بطوله اوروبا مع حتى في الاولمبياد 2012 قبل ما نسافر عملت مباراه مع المنتخب الاسباني، مباراه وديه الحقيقه، وكان طبعا الشوط الاولاني طلعنا كسبانين 1-0، كان حتى ساعتها ديخيا كان هو حارس المرمى. المباراه استفدت منها جدا والولاد استفادوا منهم. النتيجه كانت 3-1 للمنتخب الاسباني، لكن كنت هقول لك على المباريات التحضيريه النتيجه ما بتبقاش مهمه، ممكن تكون جزء منها مهم، يعني لو كنت تكسب بتديك ثقه في نفسك و و و، لكن دي بتبقى للمدير الفني بيبص بقى ناقصني الجزء الهجومي، ناقصني كذا، الجزء الدفاعي ناقصني كذا، ويبدا يصلح، عنده وقت ان هو يصلح الكلام ده من خلال التدريبات. فشيء مهم جدا مباراه العراق، المنتخب العراقي منتخب قوي على منتخب قوي جدا على مستوى اسيا، فان شاء الله مباراه قويه. انت شايف المشكله اللي دخل فيها قبل الثلاثه والخروج منها والدخول منها، اعتقاد الشخصي ده لازم او اتقفل خلاص، وتركيز، وكلنا عندنا ثقه في الولاد وعندنا ثقه فيهم ان شاء الله، لان انت شايف ان عندنا فرصه كبيره للوصول للمربع الذهبي. انا المربع الذهبي صعب يا كابتن نحكم عليها من دلوقتي، بس انا شايف ان عندنا فرصه كبيره جدا جدا كمان في التاهل عن المجموعه دي. منتخب مصر عنده فرصة كبيرة انه يتأهل على المجموعة دي، وساعتها يبقى لكل مقام مقال، ونشوف هتقابل مين في دور الثمانية. هتقابل مين في دور الثمانية وتبدأ تحكم. انما المجموعة دي مجموعة مصر بترتيب المباريات اللي اتكلمنا عليه، لا ترتيب المباريات خدمك، لأن دايما حتة الحافز في كرة القدم مهم جدا. يعني أنا لو بدأت البطولة مثلا مواجهة أسبانيا زي منتخب العراق، ما هيبدأ بماتش منتخب أوزبكستان هيبدأ بماتش أسبانيا،
خسرت انا ده لود عليا، لود نفسي خلاص طبعًا. بقيت بلعب الماتشات الجايه ان انا مطالب ان انا اكسب، تاني ماتش على طول انا عايز اكسب، اقل حاجه عايز اعملها عايز اكسب، عايز اعوض عشان نبدا احيي امالي تاني في البطوله. انما انا القرعه حطتني مع الدومينيكان، حققت الثلاث نقاط في اول مباراه، فرصتي بقت كبيره جدا في التاهل، خاصه ان منتخب الاولمبي المصري العناصر والتوليفه معظمها ما اتغيرتش، ما اتغيرتش عن المنتخب اللي ابهرنا وتابعه وتابعته افريقيا كلها في بطوله افريقيا 23 السنه اللي فاتت في المغرب، واللي عملوا اداء راقي جدا وكنا خسروا المباراه النهائيه بصعوبه، ومباراه ماراثون اتمدت لوقت اضافي واطرد محمود صابر من بدايه المباراه، يعني مباراه لا كانت بطوله قالت ان احنا عندنا منتخب جاي كويس. وعجبني رهان الراجل على عناصره، يعني البعض كان بيقول ايه لا استبعد محمود صابر الموقوف اول مباراتين انت واخده ليه؟ ما انا هخسر جهوده في اول ماتشين، ولكن لا الراجل مصر عليه، عارف ان ده عنصر تقيل في وسط الملعب، لعيب شويت، لعيب كويس، لعيب كذا هحتاجه، حتى هو في التدريبات لعب امبارح بعض الوقت وقدم بشكل جيد. يمكن امبارح لسه مش عارفين نجمنا كوكا مصيره ايه، حتى الان اتعرض لاصابه صحيح امبارح وخرج، شفنا بعض الصور اللي نقلتها بعض المواقع الاجنبيه، خرج على عكاز كده وبتاع، مش عارفين لسه الموقف النهائي ليه، لان طبيب المنتخب كان بيقول ان هو هيخضع لاختبار لتحاليل واشعاعات جديده النهارده، يعني ربنا موقفه يستر يعني إيه؟ لانه لعيب لعيب مهم جدا في وسط ملعب منتخب مصر الاولمبي، ولعيب مقاتل جدا، وهيبقى ضربه قويه كمان للمنتخب في ظل اللي حضرتك قلته دلوقتي، اللي احنا عايزين خلاص ننساه، مين اللي جه ومين اللي راح ومين الكبار اللي فوق السن ومين اللي وافق انه ينضم، لا خلاص هو دلوقتي خلاص الراجل اللي امبارح حتى اعلن ترتيب قاده المنتخب اعلنه وكل الناس عرفته، النني زيزو ابراهيم عادل.